بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو الثلاثاء. أعتقد أنه 26 أو 27 من رمضان، وقد تكون ليلة القدر إن شاء الله. على كل حال، عدة مواضيع أتحدث عنها الآن. الساعة الآن 7 مساء تقريبا بتوقيت سياتل، يعني بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 5 بعد الظهر، يعني قريب يصير الإفطار. أول شيء أتحدث عن الأكل في رمضان. بصراحة أنا بنزعج جدا، بطلع على بعض المحطات، منها قناة إقرأ والإم بي سي بتاعت السعودية وإم بي سي كمان لمصر أو إلى آخره، وأحيانا قنوات أخرى. الشيء اللي لاحظته شيء غريب جدا، يعني أول شيء هذا الوقت هو وقت الكرم، وقت التفكير بالفقراء. أول شيء بيجوا الطباخين، تقريبا الأكثرية ساحقة منهم يا لبنانيين يا مصريين. شو هالكلام؟ بيبدأوا للروبيان وبيبدأوا للأكل، وشي خرب بيتكم ول الناس الفقراء شو بأكلوا؟ شي غريب، يعني هم بيوجهوا كلامهم إما لدول الخليج للأغنياء أو الأغنياء في الدول الأخرى. شو بدهم يأكلوا؟ بتلاقي على الصفرة 20 طبق وشي من النوع. سبحان الله، ما بذكر الرسول عليه السلام عندما سألوا سيدنا عائشة رضي الله عنها شو أحيانا كانوا يأكلوا، كله تمر شهر أو شهرين إحدى السودوين، يعني يا تمر ومي بس. يعني مش معنى انه هيل لازم نعمل سي. يا اخي اخجلوا على نفسكم من هاي السفر اللي بتعملوها كل انواع الاكل. يا اخي تبرعوا فيها، ساعدوا، خلي يكون عندكم تضحية. بعدين انا بلاحظ دول الخليج الاكل تاعهم هذا اول شيء بسبب السمنة، ما بتلاقي الا واحد كرشه مليان، مجرد ما ياكل شو بيعمل؟ بروح بنام، بقدرش يتحرك من الاكل. وبعدين ايش كمان؟ السكري عندهم والضغط والاشياء هاي كلها، من ناحيه الهارت، يعني بقصد هاي الدوره الدمويه والقلب وشي من النوع، كلها بسبب هذا، بسبب الدهون، بسبب الاكل. انا خليك احكي لكم شو انا باكل. انا طبعا هنا عايش لحالي من 15 سنه، وانا ما احيانا ما عندي وقت اطبخ، ولكن انا بركز على شغلتين ثلاث بس، عباره عن حليب انا معقم، ما بحتاج الواحد يغليه، تقريبا الجلن الكامل 1% او 2% او كامل الدسم، ابو 200 يعني دولارين ونص، تقريبا دولارين ونص بس. وانا احيانا بعمل لبن. كيف بعمل اللبن؟ سهل جدا، بحط اللبن ما بخليه يعني يغلى ابدا، بحطه بالمايكروويف لغايه 11 دقيقه تقريبا او 12 دقيقه لهي، حتى اقدر احط صبعي يكون يعني دافي. فقط بجيب الروبي وبحرك الروبي فيها، وبعدين بغطيها وبحط عليها أشياء تكون دافية لغاية 24 ساعة، بشيلها. الله أكبر ما ألزها، وخاصة إذا كان كامل الدسم. اعملوها. الشيء الآخر أحيانا بوكل إيش؟ اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو همبرجر. ما عندي وقت أنا أطبخ ولا شيء من أنا همبرجر، بروح على البرجر كينج، موجود هذا في كل محل.
البرجر كينج في عنده ساندويش بيسموه الراديو، بيحطوا بصل وشعره شغلات، بعدين الكالوريز بس ابو 320 سعره او اقل كمان مع الخبز اللي فيها. قديش هاي تكاليفها؟ دولار واحد، دولار بس. طبعا هاي موجوده في، لانه الدول العربيه الان البرجر كله موجود كله. شو بدي اعمل في شيء اخر كمان باكله كثير بشكل بسموها الكويكر، طلعوا عليها هاي الكويكر، عباره عن سيريال يعني شعير، وبيكون فيها ريزن يعني زبيب وديتس وولنت، يعني مخلوط فيها الريزن والديتس اللي هو التمر، يعني بيكون فتات من التمر، وبعدين وولنت اللي هو جوز. يعني 10 من هذا، من 10 كل باكيت دولارين ونص فقط، يعني هذا بيطلع علي 25 سنت يا جماعة، يعني كل 4 بدولار بس. بحط فيها شوية مية، مش مية، أحيانا أكثر شيء بحط حليب وبحركها، وبحطها أحيانا بحط عسل يعني أو معلقة صغيرة بحطها بالعسل جوا، وتقريبا في المايكرويف أبو دقيقة وأربعين ثانية، يعني دقيقة ونص بيكون جاهز، بحركها بالهذا وبوكلها. هاي أشياء خفية، أشياء بسيطة جدا، لكن أنتوا نازلين أوكل ومش عارف إيش، وهذا مواعيد قلب سموها مواعيد الرحمن، أعطوهم كويس للناس. وبعدين يعني هاي اللي بشوفها أنا زي الام بي سي، وخاصة مصر، والكو جماعة ميتين من الجوع، يا ريتهم يلكوا خبز يحطوه على هذا، وأنتوا جايين تحطوا لي كمان كل الأشياء والطبيخ وهذا، وأنتوا قناة اقرأ يا أخي تبرعوا بهاي الأشياء لله، بعدوها على الصومال على وين ما بتكون. الشيء الآخر اللي هو أحيانا باجي بطبخ، في عندي يعني على الضغط شو بسموها طنجرة، هاي بجيب الدجاجة أو التركي أبو 70 سنت فقط، أقل من دولار على الباوند، يعني الكيلو دولارين. طبعا في ناس بيستغربوا، يعني أنا وجدت إنه الأكل هنا في أمريكا أرخص بكثير من الدول العربية. طبعا هذا شيء مؤسف، لأنه عندكم في الدول العربية في أماكن زراعية كثير جدا، ولكن ما بتهتموا، أنتوا بدكم كل شيء تستوردوه من الخارج، كله من الخارج. وأنا أذكر أول مرة بروح على مستشفى الملك فيصل رحمة الله عليه في الرياض، أنا كنت هناك، هذا بتحتاج إلى حلقة لحالة، أبين أنه كان يجيبوا الأكل معمول خالص من وين؟ من باريس للمستشفى للمرضى، وكانت الأطباق اللي موجودة كلها من فضة، شيء مؤسف جدا، كل هذا الطفر هذا اللي كان موجود على كل حال. فالمهم بحط هاي الأكل، أبو طبق اللي هو يعني دجاجة أو تركي إلى آخره، بجوز يكون بين 10 إلى 15 باوند، يعني تقريبا حوالي 5 كيلو أو أكثر، يعني تقريبا أحطه هناك، ومكتوب عليه كل وقت قديش على كل باوند، على كل يعني هذا قديش كم دقيقة بحط هناك، بحط عليه شوية زيت، والحقيقة الزيت من أروع ما يمكن، زيت الزيتون سبحان الله، وخاصة القطفة الأولى بسموها إكسترا فيرجن هنا، وهنا بيجيبوه من إيطاليا ولا من اليونان ولا أحيانا من لبنان أو من كاليفورنيا. حط شوية هناك وحط بهارات وحط شغلات منه وغطي عليه وخلاص. بعد خلاي 5-6 ساعات تقريبا حسب الوزن بتاعه بتشيله.
بالنسبة إليه بكفيني حوالي أسبوع كامل. أسبوع كامل قداش كلفني؟ حوالي بجوز يعني كله على بعض أبو 5-6 دولارات فقط. على كل حال أنا حبيت أذكر هذا الشيء حتى تعرفوا إنه الإنسان ما يطفر في حياته. خلاص الله أعطاه مصاري شو إنه أنا كدكتور بقدر أجيب اللي بدي إياه يعني، لكن خلاص الإنسان يشعر مع الآخرين ويحمد الله على النعم اللي أعطاه إياها. وهذا قولي في هذا الفيديو.